نبدي اليوم نشرح اخضاع ارضي. اخضاع ارضي من وضع الماونت او ماونت كونترول. اخضاع مؤثر ودائما يستخدم بالجودو البرازيليه ويستخدم بالفنون القتاليه المختلطه المعروفه امامي. هذا الوضع ماونت. الحاله راح ناخذها هو من وضع الماونت كونترول. ايدي من تحت راس الخصم. ايد الخصم هنا انا اقدر بالفنون القتاليه اخذ لكمه. اوكي اقدر بجيب ممنوع بالجودو سبعه اخذ لكمه. فقط انزل الايد ايد الخصم امسكها بالايد اليسرى. اوكي ايدي اليمنى راح تدخل من تحت ايد الخصم. رجلي راح تدخل في داخل رجل الخصم. طبعا ايدي الان من تحت الراس. شلون راح احاول اخلص ايدي من تحت راس الخصم؟ طبعا ما صعدها. افتح ايدي. ايدي الثانيه فوقها راسي. انظر على ايد الخصم. اسحب ايد الخصم. رصص. راح اعيد. ايدي من تحت راس الخصم. الايد الثانيه هنا ايد الخصم. انزل ايد الخصم امسكها بالايد الثانيه اليسرى. افوت الايد اليمنى اليد اليمنى من تحت يد الخصم. اخلص ايدي. اوكي رجلي وين؟ مسوي تقاطع كيلو. انظر على ايد الخصم اسحبها.